السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده البنات، لاباس عليكم؟ بخير كده، مع الصحة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشفنج كيجي رائع، كيجي احسن من ديال الزنقه، كيجي هشيش ومقرمش. نتمنى انكم تحبوا هذه الوصفه، انا متاكده بانها غادي تعجبكم. عندنا هنايا في المقادير كنحتاجوا معلقه صغيرة ديال الخميره المعجونه، معلقه صغيرة ديال السكر سنيده، جوج كيسان على العبار كاس العنبة ديال المدافي، نخلطو مزيان. بعد هاد العملية هادي كتعاوننا في الاختمار ديال العجينة. غنضيفو دابا جوج كيسان ديال الدقيق في هذه المرحلة الأولية هذه. الملح غنخليوها حتى المرحلة الثانية، ما غنضيفوهاش دابا. كنخلطوا العجينه، هذا الخليط هذا ماشي عجينه، حتى كيبداو يوليو عندنا هاد الفقاعات الصغار صافي، ونغطيو العجين نخليوه باش حتى يخمر واحد نص ساعه هكذاك. نحطو فشي بلاصه دافيه ونغطيوه حتى يخمر. فكيف ما كتشوفوا هنايا عندنا الخليط من بعد ما احتمر وضاعف الحجم ديالو، كنزيدو جوج كيسان ديال الدقيق، ونخلطو. Thank you.
كنزيدوا الملحه اللي كنا خلينا، معلقه صغيره ديال الملحه، هنا عندنا الخليط كيلصق مزال كيلصق بزاف، نزيدوه مازال واحد نص كاس ديال الدقيق، كيف ما شفتوا هنايا من بعد ما طربناها بيدينا واحد جوج دقائق غنعاودو نغطيوها ونخليوها ترتاح غير واحد 10 دقائق غير ترتاح ماشي تخمر. ترتاح واحد 10 دقائق ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. كي كتشوفوا هنايا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه كناخذ واحد اناء ولا شي بلاطو اللي نكونو كندهناه بشوي ديال الزيت، وناخدو شوي ديال الزيت باش ما تلصقش لينا العجينه في يدينا حين ترطبها بزاف. كنشكلو الكويرات كنديرو الحجم اللي بغينا، انا غادي نديرهم كبار شويه. كيف كتشوفوا هنايا درت جوج ديال الاواني فيهم الزيت، درت كاسروله، من الاحسن تكون شي كاسرونه صغيره شويه هكا باش ما نديروش شي حاجه كبيره اللي تاخذ لنا الزيت بزاف، وهذه مقله فيها غير شويه. نبداو بسم الله،
هانتوما يا البنات، كيجي الشفنج زوين بزاف، كيجي مجعب وهشيش وحسن من ديال السمقه.